سلمى، يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء عن هذا الموضوع المهم. ايام رمضان الاولى بتلاقي فيها صعوبه عندنا كلياتنا، لانه عم نصوم ساعات جدا طويله، بتحسي بشويه تعب، ارهاق، صداع، وجع راس، الم كثير. هي يمكن تكون مؤشر نفس الوقت انه في نقص بالسوائل هائل، لانه في كثير منا كمان ما بيشرب مي كثير منيح ان كان على الافطار او السحور. صحيح نور، يمكن كنا عم نقول انه بشكل عام الناس باول ايام رمضان بتواجه صعوبه بهذا الشيء، لانه بيكون لسه الجسم عم يتاقلم مع ساعات طويله من الصيام، فبالتالي بيصير في عندنا مشكله معروفه اللي هي مشكله الجفاف. الجفاف اللي ممكن لانه ما بنعرف نقسم كم كاسة مي لازم نشرب بالأوقات اللي لازم نشرب فيها، وحتى المأكولات اللي بتأثر على هذا الموضوع. كل هاي التفاصيل رح نعرف الصحيح منها والغير صحيح من هاي العادات خلال شهر رمضان المبارك، مع ضيفتنا بالاستوديو طبعا الاختصاصية بالتغذية داليا حسام. صباح الخير داليا، رمضان كريم عليك يا رب. عليكم يا رب، رمضان كريم، صحة وخير، ونقدر إن نستفيد منه يكون صحة على أجسامنا إن شاء الله يا رب. رمضان كريم عليك وعلى كل المشاهدين. خلينا نحكي معك بالبداية، يعني نحن خلال الأيام العادية في روتين معين، يعني بتلاقي ناس بتشرب قهوة، بتشرب شاي، بتشرب نسكافيه، يعني دائما بتحصل على السوائل لو ما شربت مي، على جزء منها، يعني إنه في كثير ناس كمان ما بتحب تشرب مي. فأول أيام شهر رمضان مبارك بتلاقي فيه شوية تعب، إرهاق، صداع، هي ممكن تكون مؤشرات لنقص السوائل، ولا شو فينا نعطي بعض المؤشرات للناس تنتبه، لانه كمان مشكله كبيره نقص السوائل بالجسم. هلا احنا حتى نحمي اجسامنا من انه يصير معنا اعراض التجفاف، لانه اعراض التجفاف كثير رح تاثر سلبا على الشخص. يعني مثل ما حكيت يمكن يصير عنده صداع، ممكن يصير عنده وهن عام بتحسي الجسد تماما. ممكن باوقات كثير ريسك، يعني بالتجفاف الشديد ممكن يصير في اغماء، يمكن شخص خلص يغيب عن الوعي بشكل كامل، يعني يصير عنده ديهايدريشن بشكل شديد. فلهيك نحن عنا كذا خطوة مفروض نتبعها. بالمرتبة الأولى، هلا كثير في أشخاص طبعا مثل ما حكيتي مدمنين على القهوة، على النسكافيه، على المنبهات، يعني بكل أشكالها. فهي أول شيء بتعمل إنه بتشرب قهوة، تمام؟ يعني بتضل مثلا من وجبة الفطور للسحور هي مثلا بتلحق لها شيء 3-4 كاسات قهوة مع 3 كاسات نسكافيه، فهيك هي عملت المنبهات، هي مدرة للبول. فلهيك أنا قد ما فيني أحدد من الكمية، يعني تكون كمية كتير قليلة اللي أنا عم دخلها لجسمي، لأنه هي رح تروح لي سوائل اللي بجسمي. غير عن هيك مفروض أنا خلال هاي الفترة مثل ما حكيتي أنا أعطي حاجة جسمي من السوائل وأكثر. يعني أنا مثلا الأشخاص الطبيعية يمكن لهم مثلا لترين مي، لا هون بدي أعطيهم 3 لتر مي، لأنه عم يصير في لوقت طويل هني محرومين من المي. ممكن الأشخاص اللي عم بيطلعوا على شغلهم مثلا، يلي عم يروحوا مثلا ممكن يلعبوا رياضة مثلا قبل الأذان مثلا، كمان عم بيصير عندهم تعرق، فهيك عم بيصير عندهم إنه خسارة أكثر للسوائل. غير عن هيك مفروض أنا قد ما فيني ركز على الأصناف الغذائية يلي هي مرتفعة بالسوائل، مثل الخضار الورقية مثلا، سبانخ مثلا، الخيار، الخس. حاول قد ما فيني يكون طبق السلطه هو الطبق الاساسي، مثل ما حكيت يعني يكون مثلا جرجير، الكرافس مثلا، اعمل شوربات مثل الارنبيط مثلا، هيك شغلات. وركز على الموز انه هو بيحتوي على مصدر عالي من البوتاسيوم، والبوتاسيوم بيحفظ السوائل بالجسم. خفف ملح وتوابل قد ما فيني، وكمان السكريات على وجبه السحور تعمل لي تجفاف. فلهيك انا قد ما فيني يكون دقيقه لهي النصائح. طيب داليا، يعني في كثير ناس مو بس بتنصاب بالتجفاف، في ناس مثلا وجبه السحور مو موجوده ضمن جدول رمضان، تماما بينسوها، يعني بياكلوا بيركزوا على وجبه الافطار، حتى بصير معهم تخمه، فما بياخذوا الكميه المناسبه يمكن من الاكل لحتى يحتفظ الجسم فيها. كيف فينا نقسم هي الوجبه؟ واذا ناس ما بتاخذ وجبه السحور فبالتالي بتشرب مي كثير بس بتفقدها اول ما بتفيق من النوم. تماما بالضبط. هلا كمان خليني اول شيء ركز على فكره المي، وبعدها بنفوت باهميه وجبه السحور. الماء مفروض تكون على شكل تدريجي، يعني مثلا انا اقسم مدخولي من الماء، مثلا كل ساعتين يكون في عندي مثلا كوب لكوبين ماء. كمان المي البيور هي اللي رح تعطيني الفائده، كل شيء مثلا عصائر، تماما عصائر ممكن تعطيني جزء من الفائده، بس المي البيور هي الاساس. ومفروض على وجبه السحور ركز على الاصناف اللي هلا انا حكيتها، يعني مثل الموز مثلا، التمر كمان كثير هو يعتبر خيار جيد، مصادر البروتينات. هلا كثير في اشخاص مثل ما حكيتي هي بتهمل وجبه السحور لانه هي مفكره انه هي هيك رح تحافظ على اجسامها، وهي هون بتكون اكلت وجبه وحده كبيره على وجبه الفطور، وصار في عندها تلبك
يعني صار في عندها عسر هضم. فلهيك انا مفروض اقسم هلا بالنظام الغذائي الصحي بشكل طبيعي نحن عندنا 6 وجبات هيك هيلثي لايف ستايل، بس برمضان انا فيني اعملهم 4 مثلا مقطعين. يعني مثلا انا بلش وجبه الفطور بصحن شوربه لحتى اعوض السوائل، بفضل انه تكون شوربه مثلا عدس او خضار او مثلا يخنه، هدول الاصناف اللي ما فيهم كثير املاح يعني ما الظروف يعني اللي بحضرها انا بالبيت. تمام، بعدها ببلش بصحن السلطه كمان لحتى اعوض السوائل. هون انا بكون هيك هيئت المعده لحتى هي تستقبل الوجبه الرئيسيه. الوجبه الرئيسيه لازم تكون كمان مانا كثير فيها دسم وفيها مثلا كثير كميات كبيره. ممكن تتقسم الوجبه الرئيسيه لوجبتين، يعني انا بلشت بجزء بعد بساعتين بكفي الجزء الثاني، انا ما راح احرم حالي من شيء، بس انا بعمل تقطيع للوجبات عشان ما يصير عندي تلبك قولون عصبي. ممكن الاشخاص اللي بيعانوا من القولون العصبي كثير بيتأزموا بهذا الشهر اذا ما عرفوا ينظموا وجباتهم الغذائيه. ممكن بعد ب3 ساعات مثلا ادخل سناك فواكه. وجبه السحور كمان بدها تكون متكامله من جميع العناصر الغذائيه، نشويات معقده، البروتينات والدهون الصحيه رح نحكي بتفصيل عنها. قبل ما نحكي عن الدهون الصحيه والبدائل للدهون الصحيه، لانه احنا بنعرف ظروف الناس المادية والاقتصادية والمعيشية والغلاء الكبير اللي عم نعاني منه كل اليوم. خلينا نحكي عن الماء ونركز عليها. في كثير من الناس ما بتحب الماء، يعني بتقلك انا ما بقدر اشرب، ايه انا ما كثير بقدر اشرب مي، ما بتقبل اشرب كاسه. يعني انت عم تقولي كل ساعه بدنا نشرب كاسه، بتشربها مقطعه او بتتجه نحو البدائل؟ تماما، فيني اتجه نحو البدائل، اكيد ما فيني اعوض، بس بنفس الوقت بدي احمي جسمي من هيدا الجفاف. يعني في ناس ما بتتقبل مي، ما بتقدر تشرب هي الكميات الكبيره. بالضبط. هلا ممكن انا اضيف عليها مثلا ترانشات ليمون او نعناع، هي بنفس الوقت بتعطيني مثلا انرجي من فيتامين سي خلال النهار، انا فيني مثلا شخص فيني يضل نشيط، وبنفس الوقت تعطيني تنكيه شوي يعني كثير مكسوره الطعمه يعني لانه عن جد في ناس ما بتقبل المي. يعني انا كثير بحاول انه اقنعهم انه لازم تشربوا مي، لازم تشربوا مي، يعني حتى باللايف ستايل العادي يعني. يعني كمان قله السوائل ممكن تعمل مشاكل هضميه، يعني نرجع نفس حلقه مفرغه. فلهيك لا، كثير ضروري انه الواحد قد ما فينه يعتبرها مثلا يعني خلص بده يتعود يعني. ومثل ما بس فينا نعوض بالسوائل مثلا لما نحكي على المشروبات الاخرى، يعني ممكن شوي فينا نعوض، بس مش بس الفائده الاساسيه طبعاً. اكيد فينا نعوض اكيد. عصائر طبيعيه فريش رح تعطيني حاجتي من السوائل. المنبهات يعني مثل ما حكيت بشهر رمضان قد ما فينا نخفف، لانه هي مدره للبول يعني رح تخليني اخسر السوائل الموجوده اساسا. فلهيك والملح كمان بيعمل احتباس سوائل، فلهيك قد ما فيني كون بيور، وفيني ادخل شويه عصائر طبيعيه ما بيمنع. في ناس بتحب كثير العصائر الرمضانية إذا كنا نسميها، فبالتالي بيتوجهوا عليها، ونحن بنعرف إنه هي بيكون فيها كميات كبيرة من السكريات وبعضها ما بيكون طبيعي يعني 100%. عم نشوفها لا صار صناعي موجود أغلب الأسواق. يعني حتى الليمون اللي عم بيبيعوه عم بيكون مانو طبيعي، كله مخلوط كله مخلوط. فقد ايه ضروري ننتبه؟ يعني بقول لك أنا شربت سوائل، يعني هي سوائل رمضانية، سوائل مفيدة تماما، هو عوض الجفاف، هو عوض اللي عنده كان العرقسوس، التمر الهندي وغيره من الأنواع. خلينا نحكي شوي عن هي السوائل. تماما، هلا بالضبط مثل ما حكيت، يعني برمضان كثير المغريات كبيرة بهذا النوع، يعني بده يعوض سوائل، وكل يوم بده يجيب نوع، وكل يوم بده يجيب صنف. ليش أنا مثلا ما أحضرهم بالبيت؟ يعني مثلا هلا عرقسوس أكيد فينا أي سيدة هي تحضره بالبيت، فهيك هي متحكمة هي شو عم تعمل وشو عم تساوي يعني. كمان التمر الهندي كثير مثلا احيانا انا بحضره بالبيت، كمان انا متقيدة بكمية السكر، يعني انا ما رح احط سكر ابدا، يعني ممكن استعيد بسكر ستيفيا مثلا. اما برا يعني بيكون في ما معروف قديش في سعرات حرارية، ما معروف قد ايه في كالوريز يعني. فلهيك بنصح انا اي سيدة انه هي تحاول تحضر بالبيت هي العصائر المشتيتة، لانه هي بتعرف شو المكونات اللي بقلبها، يعني كم سعرة حرارية. وكمان السكريات مثل ما حكيت هي يعني ممكن تعمل لي زيادة وزن، وانا بدي اكسب هذا الشهر لحتى انا للاشخاص اللي عندهم زيادة وزن انهم يخففوا اوزانهم، يعني هو فرصة لهم. صحيح، فرصة اساسا لتعملي ديتوكس للجسم كله، وتقدري تخلصي من جميع السموم اكيد. بس خلينا نحكي معك، قلتي خلال حديثك يعني خلينا نعطي نمط صحي خلال شهر رمضان، قديش ممكن يكون مفيد للجسم ويمنع التجفاف، وبنفس الوقت يعني ما بدنا نكون بعيدين عن الواقع او المجتمع. نحن بنعرف الغلاء اليوم مش كل الاسر او معظم الاسر صارت ما بتقدر تحصل على كل الخصائص الغذائيه الصحيحه. فخلينا نعطي بعض البدائل خلال هيدا الشهر رمضان الكريم، لانه نحن بنعرف يعني ذكرتي قديش مثلا السبانخ والسلق وهدول القصص قديش مفيده وممكن تكون بدائل.
غذائية. هي بدائل مثل ما حكيتي. هلا انا بلشت بوجبة الفطور مثل ما حكينا هلا من شوي، عملنا في ريبورتاج كان عن قديش فوائد التمر كثير مهمه، بوتاسيوم وحديد والياف، كيف هي بتهيئ المعده ببدايه وجبه الفطور. بعدها بلشنا بصحن الشوربه، مثل ما قلت بفضل انه هو يكون ما من الظروف، مثلا شوربه خضار، شوربه مثلا عدس كثير. هي العدس هون هذا هو البديل الاساسي، يعني احنا الجسم بحاجه للبروتينات. وعم نحكي خضار، اي خضار ممكن نعمل فيه شوربه؟ هي نقطه مهمه بالشوربه، صحيح. كل شيء، كل انواع الخضار هي رح تعطيني حاجتي من الحديد ومن الالياف بنفس الوقت، لان الجسم كمان يوميا بحاجه لجميع العناصر الغذائيه. بس انا فيني استعيد بالبدائل، مثلا السبانخ هو كثير سورسز للحديد مهم، يعني صحيح. العدس هو كمان مصدر جيد للبروتين. هلا عنا نحن بروتينات حيوانية وبروتينات نباتية، مثل ما حكيتي إذا الشخص يوميا ما قدر أنه يحصل البروتينات الحيوانية فهو فينه يستعيد بالعدس مثلا، بالفول، بالحمص، بالبرغل مثلا. هاي العناصر الغذائية كلها أول شيء ما أنا مرتفعة السعرات الحرارية، وتاني شيء هي مصدر جيد للحديد وللبروتينات والألياف. فلهيك أنا قدرت أعطي جسمي حاجته وعود النقص اللي حصل خلال ساعات الصيام الطويله، وبنفس الوقت هي مانا مكلفه كثير يعني بالنسبه لإله. طيب يعني كمان هلا صارت الناس تتفنن شوي حتى بالتمر وبغيره، صرنا نشوف في ناس بدخل معه المكسرات، ناس بدخل معه الشوكولا، هل هذا الشيء بياثر على القيمه اللي نحن عم ناخذها بالغذائيه او لا؟ يعني لا مثلا اذا دخل معه مكسرات بنعرف انه المكسرات مفيده يعني تماماً. بس الشوكولا بالضبط. يعني في ناس بتدخل معه ايضا شوكولا. هلا شوكولا بالنسبه للدارك شوكليت هي كثير منيحه، ما بيأثر ابدا، لانه هي مصدر للكاكاو كثير منيح وللمغنيسيوم. المغنيسيوم هو كثير بيساعد انه الشخص يتلافى اعراض الصداع، هو بيدخل بتركيب مثلا الخلايا العصبيه وهيك، فلهيك كثير منيحه الدارك شوكليت، وبنفس الوقت اخذ حاجته من الحلويات يعني حس بهذا الاحساس انه هو ما محروم. يعني بتفضليها كنوع من انواع الحلويات برمضان انه ياخذها الشخص بدل ما ناخذ الشغلات الثانيه؟ لانه صعبه والله، ما بعرف قد في ناس بتسيطر على هذا الموضوع. صحيح. اكيد بالختام بدنا نشكرك اختصاصيه التغذيه داليا حسامو، ونتمنى من الكل فعليا يكون حصل على معلومه مفيده. شكرا كثير لك. ان شاء الله يا رب.